برضو عايزك تفكرنا كده بمباراة يعني كانت مهمة في تاريخ الكابتن حمدي أبو راضي، مباراة المقاولين عندهم الحارس العملاق اللي ما شاء الله كان بيسد الجول وقتها أنطوان بيل، ده صح؟ طبعا. احكي لنا بقى قصة أنطوان بيل وازاي قدرتوا تكسبوا المباراة دي، وكان يعني سد منيع وقتها. المباراة دي برضو يعني ليها واقعة يعني غريبة تعتبر يعني. قبل المباراة دي كنا احنا لاعبين ماتش في الدوري قبلها الزمالك، وفي ماتش الزمالك ده انا كنت وحش قوي قوي يعني مش ما اديتش المطلوب منك وقتها. كابتن جوهري فمن كسوفي من نفسي بعد الماتش، يعني الماتشات دايما كانت يوم الجمعه. من كسوفي من نفسي قعدت في البيت، انا ساكن في 5 دور، وحتى حوالين البيت مدارس، 6 مدارس ابتدائي، فعارفين بقى حمد ابو راضي ساكن هنا والناس. قعدت في البيت الشباك ما اتفتحش، مكسوف تنزل، بقول لك ده الشباك ما اتفتحش، انا ما بصيتش من الشباك. قعدت اسبوع يعني بعد الماتش كده لحد مثلا قعدت اليوم الخميس وانا ما نزلتش من البيت. المباراه دي خسرتوا فيها؟ لا اتعادلنا. تعادلت. تعادلنا بس. انا كنت وحش يعني، علشان وحش فانت مش راضي عن نفسك، فمش عايز تنزل البيت، مش عايز حد يشوفك. ده انا مكسوف من اهلي، من من اخواتي بقى، وكمان من الدنيا. ما بقول لك ما بصيتش من الشباك، والله الشباك ما اتفتحش من 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 يوم الجمعه بعد الماتش لحد يوم الخميس اللي هو بقى الماتش، كان ماتش المقاولين الجمعه في الكاس. وكلموني في التليفون بقى، ما كان عندي التليفون بقى. فكابتن جوهري خلى شوبير، كابتن شوبير يكلمه، فقلت له خلاص هيكلمني يوم الاربعاء، فقلت له خلاص هاجي يوم الخميس يعني التمرين. فجيت التمرين ولا كلمني في اي ولا قال اي حاجه، بيرفع عنك الضغط خالص خالص. فبعد اخر تمرينه دايما ورقه بالفرقه بتاعه، الاسماء بتاعه المباراه بتاعه. انت عارف ما كناش، ما كانش لسه في معسكرات كانت بتتعمل قبلها، كل واحد في بيته، بيتجمع تاني يوم على الغدا، على الغدا وعلى بعد كده على الماتش. فخلصنا التمرين يوم الخميس، وتمرين انت عارف طبعا خفيف ما فيهوش اي حاجه، 5-2 كابتن جوهري ده التمرين الخفيف اللي قبل الماتش ده، ولقيت نفسي اسمي موجود. كان بحبك كابتن جوهري، يعني في ثقة كبيرة في كابتن حمدي، حتى لو هو كان وحش مباراة الزمالك لكن عنده ثقة فيه كبيرة جدا. وكابتن زيزو كان وقتها كمان، كابتن زيزو يعني موضوع تاني برضه في النقطة دي. فلقيت اسمي في التشكيل في الفرقة بتاعت بكرة. جيت برضه بقى حمل عليا. فجينا قبل الماتش واحنا بنسخن، انا الكابتن جوري كان بيحب، عارف ده، بص عارف أسامة حسني بيحب ايه، او يلمحه كده بيعمل حاجه غير البتاع يجي في ودنه بالراحه. فلقاني وانا في التسخين، انا الماتش بتاع الزمالك يعني مضايقني. فجي والتسخين واحنا في الملعب، نزل ارض الملعب هو ما كانش بينزل، واحنا بنسخن، فلقاني انا بسخن بقوه شويه. وهو عارف طبيعتي، انا ما بحبش التسخين الجامد، عندك هدوء في التسخين شويه. لا مش تسخين، مش اكتف في التسخين. يعني على مهلي كده بالراحه. جالك قال لك ايه بقى؟ قال لي كنت قاعدين على الارض بنعمل اطاله كده. قال لي على مهلك شويه في التسخين، انت اللي هتكسبنا النهارده. وسابني ومشي. الكلمه دي كان ليها مفعول السحر بقى، دي بقت ابتدى الماتش 10 دقايق ومدحت رمضان اتطرد. ده الدنيا صعبت، بقينا 10، قلت يا دي النيله يا دي السواد الله. فالماتش دوت يعتبر ماتش عمري، الماتش ده بالذات. انا كان من برضو حظي الجميل قوي، بفضل من عند ربنا، كان حظي عالي على المقاولين لدرجه لا تتخيلها لا تتخيلها. ومهما حكيت محدش هيصدق اللي كان دايما بيدور في دماغي بيحصل في ماتش المقاولين، ماتشات المقاولين. فالشوط الثاني أنطوان بيل هو لوحده فرقة، هو لوحده فرقة بقى، ده هيخش في الجون، هيخش في الجون ازاي، يخش في بتاع سدد الجون. والشوط الثاني الحمد لله يعني من فضل ربنا، من يعتبر من نص الملعب. انا كنت دايما يعني حته التسديد كانت ميزه تعتبر فيا يعني، وانا كنت بستغلها. وربنا وفقني توفيق من عند ربنا، لقوه
ولا تنشين ولا اي حاجه راحت عشان الكابتن جوهري الكابتن علي زور الله يرحمه كان هو اللي بيذيع الماتش دوت نزل لنا بين الشوطين يهنيك على الجون ده لا ده الجون دوت انا جاي الشوط الثاني نزل للفرقه بين الشوطين قال لهم الراجل ده على الكابتن جوهري ما عسكري زيه هو طبعا يستحق ان انتوا تموتوا عشانه ده بين الشوطين فالمهم ربنا كرم وجول بعد الجول ما جه انت لو شفت الجول التاني اللي جه لو حد يتذكره هو جول عجيب بص لو حبيت تعمله حتى في الاتاري مش هيتم بلاي ستيشن ما يجيش تاني لا 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 لا, لا خالص اللي جابه سمير فوزي كوره يعني مرفوعه من الكورنر وانطون بيل اللي واقف مرفوعه من الشمال وطالعه ضربه مرمى انا سبرنت وطرت جسمي بقى بره ودماغي اللي هي على خط المرمى ودخلتها تاني الملعب وعملتها بدماغي على خط الجول سمير فوزي بيل انطوان راح عامل بدور عليه اصل يعني 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 كوره ميته فالماتش ده يمكن بعد الماتش دوت كمان كابتن عبد الصالح الوحش كان مسك المنتخب ضمت للمنتخب بعد المباراه بعد المباراه دي لان كانت هي مباراه عمر مباراه عمر طبعا من الماتشات اللي ما اقدرش انساها ابدا يعني